السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاء الرياضيات المستوى الثالث، الأعداد من 0 إلى 999، الحصة الخامسة، الصفحة رقم 11. الحساب الذهني، أحسب ما يلي: 8 زائد 4، 9 زائد 5، 9 زائد 7، 8 زائد 6. 8 زائد 4 يساوي 12، 8 زائد 5 يساوي 14، 9 زائد 7 يساوي 16، 8 زائد 6 يساوي 14. التمرين رقم 1، ألاحظ الخريطة وأقرأ الجدول وأرتب أطوال الأنهار من الأطول إلى الأقصر. لترتيب هذه الأنهار أقارن أطوالها. أكبر هذه الأطوال هو 550، أكبر من 520، أكبر من 496، أكبر من 270، أكبر من 240. تمرين رقم 2، أكتب الأعداد في البطاقات على المستقيم العددي وأقارنها. البطاقة الأولى 499، البطاقة الثانية 510، البطاقة الثالثة 517، البطاقة الرابعة 525، البطاقة الخامسة 533. سنقارن بين هذه الأعداد. 491 أصغر من 519، 490 أصغر من 509، 530 أكبر من 503، 501 أصغر من 510.